علقهم كلهم بجنانة. عمو جودة تحط لي هدول هنيك، رح نعلقهم حوالين الطاولات. يا عيني بدك تحولي المكان لصالة عرس. رح خلي كل زاوية تضوي. يلا لشوف ما حدا يوقف بعيد، وانتو كمان بلشوا علقوهم مع هلا فورا. ماتيلدا خلينا نطالع الزينة. ليش لا؟ اوه هدول فايتين ببعض كتير. والله ما بعرف شو رح تكون ردة فعل بابا اليوم. خلينا نلحق قبل الساعة 12. يا مريانا خانم، مريانا خانم، نزلة وينك انتي؟ انا على البلكون. تعي بسرعة، في شغلة لازم تشوفيها. شوفي، ممكن تطلعي لهني؟ عم يزينوا بكل مكان. هلا كل هالتحضيرات مشان السيد علي يحيى؟ ايه، وبفضل شاهيناز رح نشوف المزرعة لأول مرة بحياتنا مزينة. هي اقترحت كل شيء. كل شيء فايت ببعضه، لا تشربكيهم هيك. لا تخافي، لو ما كنت مضطرة على الطلعة كنت ساعدتهم كمان. من لما كان عمري 20 سنة ما زينت لعيد ميلاد. كنت صغيرة لما تزوجت بال17. ايه يلا انا طالعة هلا. لوين ست مريانا؟ أول شي على الشغل، وبعدين رح أمرق أشتري هدية، وعلى الأغلب برجع بعد 4 ساعات. أنتي شو بدك تجيبي لعمو علي يحيى؟ رح أجيب له شغلة مثل اللي هداني إياها، خليها مفاجأة. رح تشوفيها بس جيبها. باي باي. تمام، يلا لشوف نزل البيت بأمانتك. طيب لوين رايحة هلا؟ على الجمعية. شي مرة بحكي لك بالتفصيل عن شغلي، هلا تأخرت. يلا. طيب. يعني من لما وصلنا وانت عم تنفخ وما حكيت اي شيء لهلا؟ طالما ما رح تقلي مشكلتك ليش جبتني لهون؟ اخي تركني شوي فكر على القليله. قلت لي تخانقت مع فريال وبدك تحكي شوي اللي صار وبس، بقى شو بدك تفكر يعني؟ شو بدي فكر؟ بدي الف شيء قصه ما تزعل منها فريال. شو هالعلاقه؟ احمد بس ما تكون عم تفكر بالطلاق هاي المره. لا اخي القصه مانا كبيره هالقد. طالما مانا كبيره كل هالقد، ليش نحن هون من الصباح؟ ليش اجيت لعندي على الروضه؟ انا عندي شغل كتير، اذا عندك حكي قوله، واذا بدك تفكر فكر بس اتركني. اخي اهدى علي شوي، دقيقه بس. اخي بس دقيقه، شغله خاصه شوي. الو. دمرتني دمرتني. فهمت، انت وبابا سوا. ايه وهلا علقان بورطه وإلي ساعه عم فكر وما زبط معي شيء. ما لقيت شيء احكيه بالمره. خلص مثل ما قلت لك، قل له انك متخانق مع مرت عمي. ايه انا هيك قلت له. بس لهلا ما عرفت قل له شو السبب. قل له بسبب ستي وهو راح يصدقك. ايه طبعا طبعا، لانه مثل هيك شغله بتمرق ببساطه، اذا عملت هيك فريال بتبطل تزوره. هذا مستحيل. خليني اخرب القصه لحتى اوصل صاغ سليم على حفله عيد الميلاد. عم قل لك لازم تكون شغله اخف من هيك. تفضل. لحظة واحدة، استاذ انور تليفون. لحظة عمي، اجاني تليفون. لا
لحظة من فضلك عمي، هذا زبون وأنا بدي سكر. الله يوفقك. شو؟ تفو، الله يلعنك واحد حقير. هاي فريال مو هيك؟ خانته بسبب أمك شي؟ سمعتك شو قلت على التليفون، هذا هو السبب. عيب تستحي على دمها، ليش حاطة راسها براس ختيارة؟ أنا ألف مرة قلت لك لا تتجوز هاي المرة. أخي وقف، لوين رايح؟ أخي إلي يا رجل، ما معي سيارة راح تتركني؟ على القليل وصلني على شغلي. تعال يلا تعال. حاضر. تعالوا خلونا نحكي شوي بالتفاصيل. أنا بتشكرك، نحن بالخدمة دائما. شو اللي عم يصير معك؟ أنت حكيت مع أحمد شي؟ خليها لالله. هاي البنات مو أعطونا مهمة؟ عمي لازم يحكي مع بابا الصبح، وكان بدنا نلهيه للمساء. ايه هو نسي. لهيك عمي راح لعند البابا على الروضة من شوي، وهلأ بده يفكر له بشي شغلة يعملها مشان يأخر بابا للمساء. وأكيد استغليتوني لألي، وهلأ علي يحيى رح يعصب مني كتير هالمرة. أنوار خلاص، أنا بوعدك المساء رح أصلي حد الموقف. ايه كيفه ولي العهد؟ بيطير العقل ومشتاق لك كتير، شفته على الإيكو اليوم كان هالقد قده بس. خير في شي؟ ولا شي، بدي فوت شوي على الحمام وبعدين لازم أطلع. خلينا نطلع مع بعض، بوصلك على شغلك بطريقي إذا بدك. ماشي اتفقنا. لما طلعنا من المشفى تغير مزاجها فجأة من دون سبب واضح، بس على قولتها هرمونات. لا تقلق أنت، أحياناً الواحد وقت يتعطل شغله بيتعكر مزاجه. صحيح. مرحبا، أنا روان كارولو، مريضة الدكتور ثروت. الصبح كان عندي مراجعة. تفضلي يا ست روان، في مشكلة شي؟ لا لا أبدا ما في مشاكل، لا تقلق. أنا بس حابة أسألك عن شغلة. اليوم كان لازم تجي بنت أخي إيمان كارولو على المشفى، ما عم بقدر أتواصل معها لهلأ، وأنا حابة أطمن عليها. إذا في مجال ممكن تشوف لي بالقيود شو اسم الدكتور يلي فحصها؟ تكرم عينك. آه تذكرت، فحصها نفس دكتورك أخصائي التوليد، وما شفت وهي طالعة من هون. خليني أوصلك مع الدكتور ثروت وفيك تسألي. إيمان وقفي وفكري شوي. إيمان فيك تقولي لي شو رح تعملي بالضبط؟ رح تشوفي بعد شوي، طلعي حواليكي وبس تشوفي لفراس خبريني. ماشي إيمان؟ وقفي إيمان، لا تفضحينا. إيمان هذا جنان. إيمان هدي حالك شوي. إيمان صحيح والله مو كل شيء بزبط معه، بس كل شوي نصبر. شو عم تساوي؟ ماشي أكبر يوم ما في أطار والله. مرحبا يا شباب. أهلين. حدا منكم شاف إيمان وأليف شي؟ لا أستاذ، نحن كلنا هون قطعنا علاقتنا فيهم، وشخصياً بكون مبسوط إذا ما تسألني عن إيمان أبداً.
شو بدنا نعمل؟ البنات ما بيتزعلوا. أنا ما عم بقدر أفهم كيف شخص عديم الإحساس مثلك عم يدرس فن هون. شكله طرق وبهدل. أخي فراس لعني. عجد ما بقى حدا يمزح. إيمان أنت عم تخوفيني، ممكن تحكي لي شو رح تساوي؟ أليف حاج بقى تسأليني خلاص، يعني بدك تضربي؟ أنت هيك رح تبهدلي حالك قدام الكل؟ فكري إيمان هيك ما رح يتغير شيء. الحق معك، أنا حابة أقتله لهالواطي بس. حياتي ليش عم توجعي راسك هيك؟ أكيد هنن ما إجوا على الدرس ولا هيك سأل. هذا يلي كان مضايقني أنا، ليش الكل هون بيسألوك لإلك عنا؟ لا تقلي لي شاكي إنه بعدني عم قابلها. ما بعرف. لك إيه حاجتك بقى؟ أنا شو إلي ببنت هبلة مثل إيمان؟ خصوصاً وإنتي بحياتي هلا. جاي الأستاذ. أنا برا، ناطرك لتخلصي الدرس. نطلع سوا. إيمان؟ عم ندور على فراس. لبقى تلاحقيه إيمان. أنا هلا ما عاد فيني أتركه يا أستاذ. لك وينه فراس؟ وينه؟ جوا. عادوا درس؟ فراس! يلا اطلع! لك فراس! 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 ترجلي حالك يا عبد الكل! اهدي يا إيمان. ليلي شوفي. اهدي. إيمان. 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 لك وقفي. اسمعيني شوي. فراس. خلص إن شاء الله. يا حقير. فراس وينك يا حقير؟ اهدي حالك. فراس. ليش عم تعيطي هيك؟ بدك تتزوجني فلان؟ خلص هدي حالك. بدك تتزوجني؟ لا حلي عني. بدك تتزوجني يا كلب؟ فراس روح من هون، اهدي شوي. اليوم هو عيد ميلاد بابا وانا رجعت له حامل. بدك تتزوجني فهمان؟ ايمان رح تتزوجني احسن عنك. لك خلص هدوا شوي. انا ما عملت شي غصب عنك. مشان الله بتتزوجني فراس. يلا أخي تعالوا جوا نشرب شاي بعدين بيكونوا الأولاد قلقانين علي. ما رح يقلقوا ولا شي. اسمعوا هالحكي، اتصل فيهم تليفون وخبرون. تعال وبتشوف أنور كمان، إذا سمع إنك أجيت لهون ورحت رح يزعل. طيب ماشي، رح صف السيارة وانزل. لا يا رجل خليها هون منيحة. شكلك ارتحت هلأ. عم حاول انسى من شان الله لا تذكرني فيها. اهلا وسهلا. اهلين اخي، تفضل هون. حدا سأل عني شي؟ لا سيد احمد، بس اجت الست فريال لهون وراحت. ليش اجت؟ كانت رايحة مع الست روان على الدكتور وفاتت بالرجعة، وكمان تركت هدول. على الاغلب انها جايبة هدية لاخوك، وقالت انه حطها بالسياره حتى ما تنسوا انه تاخدوها معكم لما تروحوا المساء لهنيك. وين رح تجي المساء؟ بدها تراضيني لحتى تتصالح معك؟ ما بقبل. بالناقص من هيك هديه. بابا يا اهلي.